الاثنين، 8 إبريل لعام 2019، برج الحمل. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان وليد توفيق، والفنانة مروى الخطيب، والفنانة فيفي السباعي، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنانة شافية أحمد، والداعية الإسلامي محمد حسان. مهنياً، تتمتع بيوم جيد يغمره الحظ وتحصل خلاله على دخل مادي جديد يحسن مجرى حياتك. عاطفياً، تعيش اليوم الحب النقي الصافي وتحاول إسعاد الحبيب أو الشريك على طريقتك الخاصة. برج الثور. مهنياً، فكر جيداً بما تريد القيام به اليوم وبالطرق الواجب اتباعها لتحقيق هدفك، وابدأ بالتنفيذ مباشرة لأن أبواب النجاح مفتوحة أمامك. عاطفياً، مفاجأة يخبئها لك الشريك أو الحبيب مع هدية قيمة تجعلك في منتهى السعادة. برج الجوزاء. مهنياً، تقوم اليوم بمبادرة ناجحة تشعرك بالرضا والاطمئنان وطلق الترحيب والاهتمام من الجميع، وستكون السبب في توليك لمنصب جيد في المستقبل. عاطفياً، قد تشعر اليوم بأن شيئاً ما ينقصك لتكون حالتك العاطفية جيدة رغم أنك في منتهى الانسجام العاطفي مع الطرف الآخر. برج السرطان. مهنياً، قد تعيش اليوم حالة من الكبرياء والغرور تؤثر سلبياً على علاقتك مع الزملاء في العمل. عاطفياً، أمامك اليوم فرصة جيدة للتكفير عن أخطائك والرجوع إلى طريق الصواب في علاقتك مع الطرف الآخر. برج الأسد. مهنياً، فكرة طموحة تدور بخاطرك اليوم ولا تريد الإفصاح عنها لأحد لأنك خائف من عدم تحقيقها، اشرحها للآخرين وستحظى بالقبول والنجاح. عاطفياً، تعيش مع الشريك أو الحبيب يوماً من الرومانسية والعشق الحالم وتتعهد على الحب الأبدي بدون فراق. برج العذراء. مهنياً، قد تخطئ اليوم في اتخاذ القرارات الصحيحة بسبب الإحباط الذي تعانيه، لذلك حاول تأجيل كل القرارات الهامة للأسبوع القادم. عاطفياً، تشهد حياتك اليوم مزيداً من الاستقرار العاطفي وتزداد واجباتك العائلية وتوفق بينها وبين حياتك المهنية. برج الميزان. مهنياً، اليوم أنت في سباق مع الزمن في أمر ما، فإما تكون أو لا تكون، اطمئن، سيكون كل شيء تحت سيطرتك وكما تريد. عاطفياً، قد تكون اليوم جدياً في تعاملك مع الطرف الآخر وتنسى عواطفك وتذكره بمسؤوليات الحياة وتنتقده بالاستسلام للواقع الصعب. برج العقرب. مهنياً، قد تواجهك اليوم مشكلة في العمل يصعب حلها، دعها الآن ولا تهتم بها، فالزمن القريب سيجعلها وكأنها لم تكن. عاطفياً، انتبه من تدخل بعض الأقارب في علاقتك مع الشريك أو الحبيب، حافظ على استقلاليتك وكن قوي الشخصية في تعاملك معهم. برج القوس. مهنياً، كثير من الانتقادات مع الآخرين حول طريقة وأسلوب عملك حتى أنهم يتهمونك بالتهور، لا تستمع لأحد وواصل عملك لأنك على صواب. عاطفياً، الشريك أو الحبيب متعلق بك إلى أقصى حد ولا يستطيع أن يتنفس إلا من خلالك، وهذا يشعرك بالمسؤولية الممزوجة بالغرور. برج الجدي. مهنياً، انظر إلى الأشياء كما هي وليس كما تتمناها، ولا تؤمن بالحظ في معالجة أمر هام قد تتعرض له اليوم. عاطفياً، قد تقرر مع الطرف الآخر تغيير كثير من توجهاتكما ليكون طموحكما المشترك هو الشاغل لكما وتضع وسائل نجاحه. برج الدلو. مهنياً، قد يضع بعض الأشخاص اليوم العراقيل أمام طموحك وأهدافك، ولكنك ستتجاوزها بشكل مدروس وذكي. عاطفياً، تجند اهتماماتك العاطفية باتجاه الجدية والعمل في تأمين مستقبلك العملي وتحسين وضع الأسرة. برج الحوت. مهنياً، تقوم بتبذير قدر كبير من أموالك في أمور كمالية وغير ضرورية دون التفكير بأزمات الزمن. عاطفياً،
قد تمر اليوم بفترة حالمة وانعزالية وتترك لخيالك التحليق بعيداً عن الواقع وتبني قصوراً من الحب والعشق وتنسى الواقع.